شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. نعم، من شر الناس هو ذاك الإنسان الذي يخطئ، لا ولا يكتفي بالخطأ بل يعلن هذا الخطأ أمام الناس. ربنا سبحانه وتعالى قدر أن الإنسان يخطئ بين حين والآخر، وربنا سبحانه وتعالى فتح الأبواب لمن أخطأ أن يطرق بابه وأن يطلب منه السماح والعفو والمغفرة. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لكن في المقابل ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ذاك الإنسان الذي يخطئ ويستخف بهذا الخطأ، يستخف بهذه المعصية، لا، ويتلذذ بها ويعلن هذه المعصية للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس، أو لنبدأ ببداية الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى في عافية إلا المجاهرين. وإن من شر الناس ذاك الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فيستر الله عز وجل عليه فيصبح وقد هتك ستر الله. سبحان الله، ذهبت في شرق الأرض وفي غربها، أخطأت داخل بيتك، أخطأت خارج بلدك، لماذا تعلن للناس أنك تخطئ؟ لماذا ترجع وقد ستر الله عليك فتقول للناس: لقد سرقت، لقد كذبت، لقد خدعت، لقد شربت الخمر، لقد زنيت؟ ستر الله سبحانه وتعالى عليك فاستر على نفسك. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربنا سبحانه وتعالى، عن ربنا القادر على أن يأخذ الإنسان بمعصيته وأن يمنع عنها، أن يمنع عنه عافية في أثناء ارتكابه للمعصية، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يتيح للعبد أن يستغفر وأن يتوب وأن ينيب وأن يؤوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ستير يحب الستر. ويجوز أن تقول: إن الله ستير، وهي لغة، يحب الستر. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يستر على نفسه وأن يستر على غيره. فإذا عصيت الله سبحانه وتعالى أطلب من ربك عز وجل الستر. أتدرون يا أيها الإخوة، من أعظم نعمة الله عز وجل علينا والله العظيم أن الله ساتر علينا، أن الله لم يفضحنا. والله العظيم لو كشف الله عز وجل الحجب عن بعضنا البعض لما تحدثت إليكم ولما استمعتم إلي، ولما جلس الرجل مع زوجته، ولا الزوجة مع زوجها، ولا الأخ مع أخيه، ولا الصديق مع صديقه. لكن الله سبحانه وتعالى حليم، الله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى جواد، ستر هؤلاء الناس. المعاصي لا تظهر مكتوبة على الجبين وإلا لافتضحنا. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. فيا أيها المذنب، اقصر في ذنبك أو أقصر عن ذنبك واحصر هذا الذنب واطلب من ربك سبحانه وتعالى العفو. وإذا أذنبت اطلب من ربك سبحانه وتعالى الستر. وإياك أن تعلن هذا الذنب وأن تفتخر بهذا الذنب. إذا أردت أن تفتخر، افتخر بما عندك من الطاعة، بما عندك من البناء، بما عندك من العطاء، بما عندك من الصفاء والنقاء، كله يشجعك ويشكرك. أما أن تفتخر بأنك فعلت المعصية الفلانية والمعصية الفلانية، وخاصة في مثل هذا الزمن التي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، لا تفضح ما ستره الله سبحانه وتعالى عليك ولا على الآخرين. أسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة. أسعدكم الله، طابت أيامكم، دائما اطمعوا في فضل الله عز وجل وأبشروا منه بالخير العظيم. السلام عليكم.